السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم احمد اي ار، رجعت لكم في مقطع جديد بهذا الفيديو يا شباب. ماينكرافت بسلسله عرب كرافت الموسم الثاني. اخر حلقه شباب نزلت يوم السبت اللي راح، فما نزلت، او اقصد يوم الاحد اللي راح، فما نزلت فيديو اني يوم الخميس لان شباب كنت مسافر، ونزلت صور على الانستغرام شوفوها، صور جميله، وعندي بعض الصور هم اريد انزلها، بس منتظر شباب، اريد تفاعلكم بالانستغرام. صراحه شباب باخر فيديو مالت نزلته مال عرب كرافت شويه يعني زعلان منك، بس تقول لي ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ لان شباب التفاعل ما عجبني. اني قاعد انزل كل اسبوع مقطعين وقاعد اتعب، يعني تعب مو طبيعي. تخيلوا انتو كل حلقة قاعد اتعب على ما اجهزها وعلى ما اصورها. قبل كنت انزل كل اسبوع مقطع واحد فالحق انه اجهز وتصوير وما اعرف شنو، ومع هذا قاعد انزل باكثر من قناة. اريد الكل هسه يحطون لايك، خلينا نوصل. ما راح اقول لكم، ما راح اقول لكم، حتى لايكات بكيف، وكل واحد يجي يحط لايك ما يحط لايك بكيفه، بس يعني نجمع لنا شويه ليفلات. اريد ليفل 39. اوكي لازم نرجع نجمع، بس خلينا نحط الاغراض الزايده. صراحه شباب عندي مفاجاه لكم اليوم، مثل ما شفتوا بالعنوان الحلقه، يعني اكيد اليوم راح نشتغل على الحديقه، واكو شغله اريد اشوفها لكم، بس مو هسه، على ما نخلص نوصل ليفل 39. يلا ما بقى شيء، اتوقع هذول اخر ثلاثة سكيلتون او اخر سكيلتون. ليتس جو. صار عندي دقيقة طوني بو مطور، شنو هذا البو؟ اوكي الغرفة اللي اطلع من عندها، دقيقة ما اريد اشوفكم اياها كلها كاملة، اريد اصعد فوق ابتعد شوية. يلا كتلوا كتلوا الكريبر، كتلوا الكريبر، ولك اقتل الكريبر. اوكي هذا السكيلتون راح يقتل الكريبر، تعال تعال يا سكيلتون. اوكي اقتل الكريبر، ليتس جو. قتل، انطاني الميوزك. يلا موت، يلا يلا موت. اوكي وانطاني اثنين جن باودر هم. والله كريبر. استعدوا يا شباب، استعدوا. 1 2 3. ترو مثل ما تشوفون شباب غرفه او مثل المجسم للسكيلتون. اوكي طبعا لازم الدرج هذا ينزل لهنا حد، يعني اوكي ينزل الدرج ومن اريد اجي اصعد، عرفتوا شلون؟ فسويت لي مجسم للسكيلتون لان هو يعتبر سبونر مال السكيلتون هنا، ومكان الصراحه اسطوري، يعني بيتي هنا وسبونر مال السكيلتون. مو بهذا التطيح. شنو رايكم شباب بهذا التصميم؟ انما سكيلتون داخل بالحائط وطالع بس راسه وايده شويه، ومن هناك ايده شويه طالعه من الارضيه. فالصراحه اني يعني عجبني الشكل، انتم عجبكم شنو رايكم بي؟ اوكي شباب، بما انه صار هسه عندي ليفل 39 اقدر اطور 4 تطويرات تقريبا. فانا اليوم شباب اريد اجيب تطويره اريد اطور شباب الصناره، فاحتاج دقيقه، احتاج الى لابز ملابس، جيب لابز ملابس. اوكي واحتاج اسوي لي صنارات. دقيقه هذا السيدي نحطه هنا، صار عندنا سيدي جديد. اوكي اوكي خلينا نجيب نشوف الحظ. دائما شباب الحظ وياكم اسطوري، فلهذا شباب انا قلت اليوم اطور وياكم. اوكي اول سناره نشوف الحظ. لوك اوف اوكي لور 2، مع انه مفروض لور 3 بس مو مشكله، خلينا نشوف ايش راح يطلع وياه. البريكنج ولور 2. اوكي نجرب لنا سناره ثانيه، مو مشكله نجرب لنا سناره ثانيه. يا رب لوك اوف ذا سي، لوك اوف ذا سي 2. او ماي جاد الحظ شباب، الحظ مولع، الحظ مولع. او ماي جاد اريد لوك اوف ذا سي 3 بليز بليز، لوك اوف ذا سي 2 و 3 هاي والله ما ادري. 2 عبالي 3، شفت انه بريكنج قلت اقدر ادمجها. يب اقدر ادمجها صح، بس دقيقة دقيقة قبل لا ادمجها اريد اطور لي سنارة اخيرة. يمكن بالحلقة الجاية شباب راح اسوي رحلة. اوكي احنا قلنا رحلة استكشافية ورحلة بناء او رحلة شغل. اوكي فالرحلة الجاية او الفيديو الجاي راح يكون شباب بالنذر. اتوقع راح اروح ادور على النذر رايت،
لان صار لي تقريبا طورنا اكو تطويرات تحتاج نذر رايت، مثلا الشفل ما يحتاج اطوره بعد، الاكس مثلا، البيكاكس مثلا، نفس التطوير لوك اوف ذا سي 2، لوك اوف ذا سي 2، وات ذا هيل وات ذا هيل، كله لوك اوف ذا سي. اوكي اذا ادمج هاي ويا هذه يصير لوك اوف ذا سي 3. اوكي بس ياخذ مني 18 ليفل. اوكي مو مشكله، ادمج ويا اللور. اوكي اوكي شباب ما اقدر ادمج الا احتاج ليفل 15، لازم اروح اجيب ليفل 15. اوكي اخر اربع سكلتونات اتوقع هسه راح يصير ليفلي 15. اوكي يلا يلا اخر سكلتون تعال، بعد سكلتون ثاني راح يطيح. اوكي حلو تعال يلا حلو يلا، هذا اخير واحد وصار ليفلي 15. اقدر هسه شباب ادمج اللور ويا الان بريكنج. دقيقة بالعكس اقدر، اي يصير عندي لوك اوف ذا سي 3 ولور 2 ان بريكنج 3 وليتس جو. اوكي شباب اول ما تطلع من البيت على اليسار شباب ضبطت الحديقة اللي هي الاسوار مالت الحديقة، مو الحديقة كاملة. اوكي خليت مسافة منها انا تقدر واحد يتمشى بيها. اوكي سويت منها مثل المدخل. اوكي بوابة بهيج شكل، تفتح البوابة تنفتح من جوا لفوق. اول ما تدخل جوا طبعا لازم نسدها حتى ما يدخل كريبر، اول ما تدخل راح تلقى سور، سور داير مدار الحديقة. طبعا صغرتها عن اخر مرة شوية، صغرت يعني صغرت بلوكتين ثلاثة. اوكي طبعا اكو هنا مثل البوابة همين صغيرة هنا همين يدخلك لي جوا. طبعا انا محتار شباب بين انه احط هنا سلاب اوكي فوق هاي، محتار احط سلاب ما احط سلاب والله ما ادري، بس كشكل للحديقة طالع حلو. بقى شنو شباب انه هو نضبط الارضية، سويت مثل الارضية طريق، وهذا الطريق راح يكون مثل المربع طبعا، بس اسوي الطريق وبعدين وراها نكمل. شوفوا شباب هسه كملت، تلاحظون صار عندنا طريق منا دخول وطريق منا دخول وطريق منا همين يعتبر همين دخول. اوكي هذا الطريق نسويه بهذا الشكل. هسه كل واحد شباب يكتب لي بالتعليقات هسه واني قاعد احكي وياكم، يكتب لي بالتعليقات شنو تتوقعون راح احصل من السناره هاي اللوك اوف ذا سي 3. مثلا واحد يكتب احمد راح تحصل سناره، وراح تحصل مو سناره، راح تحصل مثلا على نيم تاج، راح تحصل على مثلا اشياء ثانيه. انا بالنسبه لي ما ادري ليش عندي احساس راح يطلع لي شيء مندنج، بس شنو هذا الشيء المندنج ما ادري، عندي احساس هيك احساس غريب ما اعرف شنو هو. لا حد يغش يكتب ورا ما احصل اشياء، لا لا هسه تنزل وتكتب ما يهرب. هسه شباب نروح نجرب نصيد، يلا بسم الله بسم الله نبدي اول شغله نجرب نصيد ليتس جو. اوكي اول شغله شباب نصيدها اللي هي السمكه. اوكي مو مشكله مو مشكله، اريد شغله حلوه اريد شغله حلوه. اوكي سمكة ما اريد سمكة اريد شيء ثاني. اوكي حلو والله بسرعة قاعد يجي تلاحظون. اوكي هم سمكة ما اريد سمكة، يلا 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 اريد شيء اريد شيء بشرفكم بشرفكم، اريد مندنج اريد شيء بشرفكم، يلا 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 اقترب اقترب اقترب. اجت 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 هم سمكة. او ماي جاد اجت 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 هم سمكة. Come on man look of the سي 3 يعني شلون اجت مرة ثالثة ما ادري مرة خامسة. Oh my god اجت 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 هم سمكة. oh, شباب الظاهر هنا بهالمكان الحظ جدا تعبان، هذا الكريبر بعده هنا ادري ما تعوف هاي القطة بحالها، انه بالمشكلة هو يخاف من القطة مو القطة تخاف من العدة. اوكي شباب راح نجرب حظنا هنا بهالنهر هذا، نه انا حاليا بنهر. اوكي يلا يلا اوكي هم سمك كافي سمك ما اريد سمك. او ماي جاد هم سمك. اوكي بوفر فيش يلا على الاقل شيء مختلف، على الاقل شيء مختلف مو سمكه عاديه. ايش صار؟ القارب تفلش. اوه فلش هذا ابو الترايدنت، ابو الترايدنت جو الماي. حلو شباب راح اروح اطبله شباب مثل ما جمعت الرؤوس مال وذر، اروح شباب اطبله بسيف ايروني. اوكي اوكي تعال تعال اوكي ضربه ضربه بعد وحده اصعد 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 راح اموت. اوكي
خليه يصعد، خليه يصعد براحته. اوكي قتلته، اعطاني شيء؟ ما انطاني. او ماي جاد، اشمرها بالقاع، ما اريد. احتمال شباب بالليل. يلا جوا ضوء القمر. يلا ان شاء الله. اوكي سمكة غريبة جديدة، يلا مو مشكلة مو مشكلة. ان شاء الله شغلة حلوة. يلا يلا. بافر فيش، او ماي جاد، اروح انام احسن لي. اوكي جمعت عدد ورد رهيب. اوكي نحط انه هنا هنا، نحط انه نوزع انه تقريبا بكل مكان ورده. اوكي حتى يكون التوزيع زين، لان ما اريد مثلا مكان اوزع بيه اباوع له ما القى بيه ورد. اوكي شوفوا الورد الاصفر توزع تقريبا بكل مكان، يبقى شباب الورد الاحمر راح اقلل من عنده، راح اخلي وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا 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 وهنا 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 وهنا. اوكي الورد الاحمر همين توزع. بقى شباب الورد الابيض، عندي من عنده ستة يعني تقريبا. اوكي راح اخلي وحده هنا ووحده هنا ووحده هنا بالنص ووحده هنا ووحده هنا ووحده هنا. حلو حتى يكون التوزيع مالت حلو. عندنا بعد شنو؟ بعد عندنا الورد السمائي راح ينطي منظر اسطوري. شوفوا شباب راح اخلي اوزع منه هواي لان عندي هوايه من عنده. حط لنا وحده هنا وحده هنا 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 على اليسار، ما حاط ورد هوايه، ونوزع بكل مكان تقريبا لان هو اصلا هذا الورد عندي منه هواي. اوكي شباب شوفوا هسه شلون صار تقريبا، وين ما تباوع تلقى كل الوان الورد. وقع عندي 24 وردة من هذا السمائي. اكو بعد نوع ورد ما خاله، ما اكو، بس هو اكو انواع، اكو انواع ورود اني ما حصلتها، بس خلينا نروح ننام. صدق شباب البيت اني ما حاط له ورد، فخلينا نستغل هذا الشيء ونضيف. اوكي بما انه زاد عندي ورد، اوكي عندي هنا وحده وبعد عندي ورد اصفر، عندي بعد مكان هنا انا خليت برا، يب خليت. اوكي شوفوا شباب المدخل اللي هنا شلون رهيب. واو والله المكان صار اسطوري. هسه شباب عندنا بعد اضافات. دائما شباب بالحديقه يكون مثلا اكو اماكن جلوس، فاماكن الجلوس شباب تحتاج الى دقيقه، اريد من هذا واريد من هذا. اوكي كل حديقه شباب لازم اضيف لها شجره، فراح اضيف شباب شجره مالت سبروس. راح تكون نقدر نقول بهالمكان. اوكي تقريبا نقدر نقول بهالمكان، فخلينا نكبرها. طبعا ما اريد اي ليفز قريبه، اريد الليفز كله عالي. اوكي حلو ممتاز. نقصها شنو بعد هسه اضيف شباب؟ اريد بعد خشب سبروس، خشب سبروس ما عندي، فراح اكبر لي شجره. تذكرون شباب اخر حلقتين او ثلاثة من سويت هذا الشكل، شنو اجى ببالكم؟ اجى ببالكم فتشي لو ما اجى؟ اجى ببالكم فتشي لو ما اجى؟ اجى لو لا؟ اللي اجى خليه يكتب. اوكي اتوقع شباب عرفتوا شنو اوكي نسوي هيك. اوكي نجي هنا بس خلينا نصعد. اوكي نسوي هيك بهالشكل، اتوقع الكل عرفوا. هسه الشغله هي شباب المرجوحه او الارجيحه او شو تسموها انتو، شو تسموها؟ كل واحد يكتب لي بالتعليقات شنو انتو تسموها. اوكي خلينا نسوي هيك. صار عندنا هسه عندنا اربعه، نقدر نضيف وحده اثنين ثلاثه وحده، نحتاج بعد اثنين وحده اثنين. بقى شنو شباب؟ نجيب لنا سلاب مالت سبروس، نحتاج مو سلاب اللي هو هذا الشكل، بس دقيقه نحطها بهالشكل. ليتس جو. دقيقه دقيقه دقيقه، هاي لازم تكون بهالشكل. اوكي حتى يكون شكلها احلى، ونحط هذا هنا. الله صار عندنا شباب ارجيحه. ليتس جو. لا دقيقه اصعد هنا. ليتس جو. صار عندنا رجيحه او مرجوحه بنص المكان. بقى شباب نضيف لنا. اوكي شباب كملت اللنترن، شوف الشكل شلون طلع.
طلع شكله حلو. هسه شباب الحديقه شنو ناقصها بعد؟ ناقص شباب مكان للباربيكيو، يعني مثلا اريد اشوي لحم، اريد اشوي فتشي. فهسه هذني الاشياء شلون نسويهن؟ دقيقه بس هنحط هذني السوالف هنا بعدين ناخذهن. هذا اللوم شباب نقدر نستفاد منه كشوايه، شوايه للحم. يعني نجي هنا بس دقيقه، نحتاج نحط لنا جوا مثل لازم اسوي شباب كم فايرات اثنين. اوكي نحتاج فحمات ونحتاج استكات، ما عندي دقيقه، نسوي لنا استكات. اوكي نسوي لنا كم فايرات اثنين، تك تك، حلو صار عندنا هسه كم فايرات. اللوم انتظرني على ما احط هذا واجي. شوفوا شباب صار عندنا هسه دخان، فنجيب اللوم نخلي اللوم فوقه هنا بهالشكل. شوفوا شباب قاعد يطلع دخان. فهسه بعد ايش راح اسوي؟ راح اجي احتاج دقيقه، اريد خشب ابيض. اوكي طبعا شباب هذا التصميم انتو دازيليه على الانستغرام من صديقنا، يمكن اذا ما انسى اسمه ان شاء الله، يمكن اسمه عباس، يمكن اسمه اتذكر. اريد شباب الكل يجوني على الانستغرام لان انا يوميا اتفاعل على الانستغرام. نجي لازم نحط هنا سلابات ونسوي بهذا الشكل ونشيلها. شو نحط هنا جوا شباب؟ راح اخلي دقم. بس تقول لي وات شنو دقم؟ دقم شباب معناها لحم. اوكي لحم قاعد ينشوي حاليا. اوكي هسه على اليسار واليمين راح اضيف وحده من هاي وحده من هاي. اوكي فاحتاج دقيقه، عندي جلد؟ ما عندي جلد. اوكي شباب نجيب الايتم فريم، نخلي وحده هنا ووحده هنا. شنو راح نخلي بيها شباب؟ نخلي لحم، لحم معناها كانما لحم انطبخ وكمل. بس بقى شباب نضيف لنا ايتم فريم هنا بهالمكان، ونحط لنا همين ايتم فريم ثاني بهالمكان همين. فنجي نسوي لنا ستيكات ونجيب لنا الايتم فريم ونخليه هنا. لا دقيقه نخليه هنا. فنحتاج بعد شو نضيف شباب؟ نضيف لا مو بهذا الشكل. يب نضيف لنا اثنين من هاي. نفس احنا شنو هذا؟ هذا مثل يده. اوكي يده نصرها هيجي نحطها هيك. اوكي هاي يده شباب مثل اليد اللي افتح بيها المجار، مو المجار، ما يسمونها هذا، اللي افتحها واحط اللحم جوا. فمثل ما تشوفون شباب هذا هو شكل الباربي كيو. ناقصه شنو؟ ناقصه مكان القعده والطاوله. الطاوله شباب افكر اسويها حجريه، يعني دقيقه، يعني بهذا الشكل هيك حجريه، واحط لها ارضيه مثلا مثل هاي. اجيب هذا واحط لي اماكن يقعدون بيها الناس اللي هي عن طريق هذا السلاب، مثلا هنا وهنا بهالمكان، يعني ناس تجي تقعد وتاكل براحتها، وبنفس الوقت اكو هنا مثل الشوي. هسه شباب خلصنا من الباربيكيو، بقى شنو شباب؟ بقى يعني مستحيل يكون اكو حديقه وما بيها نافوره، فلازم شباب اسوي لي نافوره صغيرونه، كلش صغيرونه، يعني هيك 3 في 3. خلي اسوي سورس مال ماي حتى يصير عندنا سورس نقدر اخذ من عنده اذا احتاج. اوكي شوفوا شباب مثل النافوره صغيرونه، يعني ما مو شرط انه تكون خرافيه، بس على الاقل تسمى نافوره. اجت ببالي فكره شباب، تذكرون بدايموند كرافت من سويت بئر؟ ليش ما اسوي بئر صغير هنا؟ بئر كلش صغير، يعني شوفوا شباب يعني هيك فد 2 في 2. بس دقيقه لا ما اريده بهالشكل انا. ليتس جو. هسه راح احكي لكم شنو الفكره اللي ببالي. اني مو جبت هاي وياي، اريد اسوي لي بير. اوكي بس دقيقه احتاج الى دقيقه نسوي هيك 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 بهالشكل وبهالشكل، ونحتاج الى سلابات. المشكله ما عندي سلابات، راح استخدم هذا السلابات. اوكي نسوي هذا السلابات. اوكي تك تك. اوكي دقيقه اريد بعد سلابات بهذا المكان، ونسوي هيك ونسوي هيك. اوكي شوفوا شباب وش مر اللحم. شوفوا شباب صار عندي مثل هي دقيقه، هاي لازم تتصل، لازم تتصل دقيقه. نحط هاي هنا ونحط هاي هنا. اوكي شباب شوفوا شلون طالع شكله حلو. هسه من تدخل كانما انت دقيقه، من تدخل كانما هذا مثل البير. اوكي دقيقه اذا اضيف له مثلا منا ومنا. اوكي يب طالع شكله حلو. اضيف له لينتر. شوفوا شباب الشكل، شيل هاي
شنو رايكم شباب بالبير؟ او بصورة عامة شنو رايكم بالحديقة الاسطورية اللي سويتها يم البيت؟ او ماي جاد والله شي شقاقي. المهم شباب ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقة، كتبوا لنا بالتعليقات شنو الشيء اللي سويته غلط او اكو نقص او 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 بعض الاشياء. اوكي نشوفكم بفيديو جاي ان شاء الله، مع السلامة، باي باي.